متهم ده صديق عمره من الطفولة، من الجيران، من الحياة كلها، وبعدين اتفوجئ ان هو الامور اتدحضرت بيه وبقى في موقف صعب، وموجود عنده في القضية انه هذا الرجل مش قادر يدفع 10,000 جنيه. هيعمل ايه؟ هيخون القانون ويحكم لصالح صاحبه، ولا هيحكم لصالح العدالة والقانون ويكسر صاحبه اللي هو اصلا في حالة يرثى لها؟ المفاجأة ان هذا القاضي قرر ان يصدر حكما بتغريم المتهم 10,000 جنيه، وفي نفس الوقت من النبل بقى التصرف، ذهب هذا القاضي الى خزينة المحكمة وسدد 10,000 جنيه. كده عمل المعادلة الصعبة، انقذ صاحبه من انه يتسجن، وحكم بما يقتضيه القانون والعدالة والشرع. فضيلة الشيخ احمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في هذا الموقف؟ ماذا تفعل لو كنت مكان القاضي؟ كنت فعلت مثل ما فعل. بالضبط طبعا. تعالى في البدايه نثني على الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على من علمنا كيف نتصرف في هذه المواقف. أي. فنقول جميعا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ان جعل لنا دستورا نسير عليه. لا نتبع فيه الأهواء، بل نتبع فيه رب الأرض والسماء. الحق أحق أن يتبع. فتح الله لك وبك وعليك. الله يكرمك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. صحيح. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه صلاة في هذا اللقاء، تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير. آمين يا رب العالمين. وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير. آمين يا رب العالمين. قال معلم البشرية الخير، قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيه؟ يده. من فاطمة بنته، فلذة كبده، الغالية، أحب النساء إلى قلبه. صحيح. سيدة فاطمة رضي الله عنها. طبعا. تخيل عشان خاطر الأهواء عند الناس تتنحى جانبا، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيه؟ يعني يبقى انت حضرتك قدام قانون، قدام شرع، ابعد العواطف. والعواطف هي اللي موديانا في مشاكل وداهيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انك تطبق روح القانون. ايوه. ده امر ثاني. وروح الانسانيه بقى. اي ما هو القانون ايه؟ ما شرع الا من اجل ضبط الانسانيه. عشان كده انت قلت روح القانون. روح القانون مش القانون بقى. الله يفتح عليك. هناك فرق بين تطبيق القانون وروح القانون. ايوه. ان انا اطبق روح القانون ده امر مهم جدا. ايوه. فالتصرف ده هو ده التصرف، تصرف ذكي. أيوة. ونبيل. ايوه. ولا يستحق الاشاده. نعم. انا بدعو سيادتك انك تبص معانا. نعم. فضيله الشيخ احمد سوقي، تبص معانا على سؤال اللي زلنا سألنا في الشارع عن وصايا لقمان الحكيم. نعم. الحقيقة الوصايا دي خارطة طريق لكل إنسان. نعم. بيتمنى إن حياته تستقيم وينال رضا الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. هنشوف سؤال ونعود إلى الحوار مرة أخرى. تفضل. القاهرة الخديوية، قطعة فنية من العمارة من أيام الخديوي إسماعيل. إيه الجمال ده وإيه الروعة دي؟ يعني نمشي في شوارع وسط البلد نحس إنه إيه، مصر فعلا تاريخ رائع وجميل. وهنشوف صور حلوة أوي معانا إن شاء الله في هذا اللقاء. لقمان الحكيم، صباح الخير. السلام عليكم. لقمان الحكيم عنده وصايا كده، وصايا لقمان الحكيم. بينصح ابنه. وصايا لقمان الحكيم لابنه، فاكرها؟ قال له: يا بني. ايوه. اقم الصلاه. ايوه. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ايوه، انهى عن المنكر.
واصبر واصبر على ما أصابك. ايوه ان ذلك من عزم الامور. ايوه ولا تصعر خدك للناس. ايوه ولا تمشي في الارض مرحا. ايوه انك لن تخرق الارض. ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله. واقصد في مشيك. ايوه واغضض من صوتك. ايوه ان انكر الاصوات لصوت الحمير. الله الله يفتح عليك. خليك معانا عشان ليك جايزه ما شاء الله عليك. هاي بس في البدايه وإذ قال لقمان لابنه. ايوه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ايوه ان الشرك لظلم عظيم. ايوه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. ايوه وفصاله في عامين. ايوه نشكر لي ولوالديك الي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس به علم. ما ليس لك به علم. أيوه فلا تصاحبهما. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيوه واتبع سبيل من أناب إليك. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله يفتح عليك يا بني. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. أيوة أو في السماوات أو في الأرض. أيوة يأتي بها الله. أيوة إن الله عليم بما. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا سلام. وبعد كده إيه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الإيه؟ عزم الأمور. ولا تصعر يعني إيه لا تصعر خدك للناس؟ يعني أنت ما توطيش لحد ولا أيوه. ولا تصعر بمعنى إيه؟ لا تصعر يعني أخدم لربنا. لا ولا تصعر خدك للناس. ناس يعني ما توطيش لحد لربنا. ما توطيش ولا ما تتنعرش. لا ها ولا تصعر خدك لله. سجود لله. هو الانسان لا يسجد الا لله ولا يطاطي ولا يوطي الا لله. وبعدين ايه برضو يتواضع ومن تواضع لله رفعه. الله يفتح عليك. يعني احنا عندنا جايزه حلوه ليك وبنشكرك جدا ان انت النهارده فعلا قلت لنا وصايا لقمان لابنه اللي هم الوصايا العشر بيسموها كده. وانت عندك رضا كده الحمد لله. كده رب العالمين. اجمل حاجه في الدنيا الرضا. واجمل ناس في مصر هم اللي عندهم رضا واللي بتشوف في عينيهم نظره رضا. اجمل ناس. اهلا بكم مره اخرى فضيلة الشيخ أحمد سوي. أهلا وسهلا. شفت الراجل جميل إزاي؟ أول مفترض بعد ما نرجع من اللقاء ده نتكلم عن وصايا سيدنا لقمان. أيوة ده الطبيعي. أيوة لكن تعالى ناخد الموضوع من منظر تاني. ألا وهي موضوع وصايا سيدنا لقمان تحتاج إلى لقاءات لكن تعالى نتكلم على نقطة إن الراجل هو ماشي. أنت حرك لقطه السؤال. أيوة ما كانش موجه ليه في البداية، كان موجه للاتنين. أيوة لأخواتنا الفضليات. صح. لكن أنت حرك لقطه وجبته. الناس دول اللي احنا شفناهم هم دول بركة الزمان. صح. وحسنة الأيام. صح. زي ما حضرتك بتشوف على مواقع التواصل الاجتماعي واحد بيخرج في الشارع ويسأل واحد أركان الإسلام ويقول له 10 و20 و3 و4 في نماذج تاني لوجه العملة جميلة قوي. أيوة زي ما بننشر دي لازم ننشر دي. أتمنى الموقع ده ينال كثير من إعجاب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. ليه؟ لأن الناس دول في مصر فيها مثقفين كتير جدا وزي ما بتشوف واحد او اتنين قصادهم مليون، والله العظيم مليون شعب فعلا مثقف وشعب عنده كمية رضا في قلبه مهما تكن من الامور ومهما يكن من جواحف واجحاف الزمان به في هذه الايام تلاقي عنده كمية رضا غير طبيعية. أيوة. مهما يقول من لسانه أنا مش لاقي وما عنديش بس تلاقي سبحان الله عنده كمية رضا وقناعة غير طبيعية. هو فعلا الرجل ذاكر. سمع صفحة كاملة وجه كامل بسم الله ما شاء الله من القرآن وآيات كل ما افتح له آية ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
فحته لا راجل حلو جدا راجل حلو وبعدين وعايز يمشي بعدها عاوز يمشي بتقول له تعالى خد الجايزه يعني هو ايه مش منتظر لا جايزه ولا اي حاجه وادتها له ولا هو في السكه كده بيقول الكلام وماشي فحته ان خد الجايزه حتى قلبه لم يتاثر أيوه. ودي اللي انا عاوز اقولها النهارده يعني هو يعني فرحان انما يعني مش قاعد مستني أيوه. حاجه ماديه ودي اللي انا بقوله وعاوز رضا ربنا ده اللي انا بقوله يا جماعه اهم حاجه ان الدنيا جيت اقبلت او ادبرت القلب لا يتاثر هي في الايد وليست في القلب الانسان بيفرح برضه يعني. بس الفرح بس لا يعني ايه ما ياخدش عقله يعني ايوه الله يعني هي دي إيه؟ هو دي النقطه ان انا لا القلب لا يتاثر بالمجيء او الادبار عادي شوف الناس هم دول الناس اللي فعلا محتاجين ان احنا نظهرهم ومحتاجين ان احنا نكون زيهم هو ده فعلا هو ده قدوتك والله ناس جميله جدا فعلا اجمل ناس بيفرحونا ايوه والله يعني فعلا يعني الناس بقى اللي فعلا النهارده بيكرمونا نعم. ان هم ياخدوا كرتونه رمضان تعال نتكلم بيكرمونا نعم طبعا لان هنشوف التقرير بس قبل ما حضرتك تعلق ونرجع تاني نناقش هذه القضايا مؤسسة نبض الحياة بتسعى يومياً لتمكين الأسر الأولى بالرعاية من مواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة ضمن خطط وبرامج دائمة التطور وعشان كده أردنا السنة دي بفضل الله عز وجل إن احنا نوصل لأكثر من 30 ألف أسرة طب هنوصل لهم إزاي؟ كان لازم تعاون مشترك ما بين مؤسسة نبض الحياة وبين مؤسسات المجتمع المدني وبين لجان الزكاة المنتشرة في القرى والكفور والنجوع ودلوقتي بنكلم حضراتكم منين؟ من قرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ بنبين لحضراتكم مشاركة مؤسسة نبض الحياة مع لجان الزكاة ومع الجمعيات المنتشرة في القرى والنجوع والكفور ومعنا ومع حضراتكم مهندس أحمد فريج عضو لجنة زكاة متبول بنرحب بحضرتك أهلا بك يا دكتور كل لحظة حضرتك شرفتونا السنة دي ونشكركم للتعاون للسنة التانية على التوالي مع نبض الحياة وشرفتونا في بلدنا السنة اللي فاتت بقى خدت كام كرتونة؟ السنة اللي فاتت خدنا 125 كرتون السنة دي خدنا 150 كرتون الله أكبر ما شاء الله, ما شاء الله في زيادة مستمرة إن شاء الله طب السنة اللي فاتت بقى كنت واخد الكرتونة بكام؟ السنة اللي فاتت كنا واخدينها بربع الثمن اللي هو خصم 75% تقريبا كان ب 50 جنيه السنة دي مختلفة شوية لأن الأسعار زادت ايوه فطبعا زادت شوية الكرتونة السنة دي ب 150 طب التعداد السكاني هنا للقرية متبول قد ايه؟ احنا عندنا عدد السكان تقريبا يقارب ال 30 ألف نسمة في قرية متبول وكفر متبول الاثنين مع بعض احساس حضرتك بقى وانت داخل بكرتونه بقى على اي اسره من الاسر الاولى بالرعايه الناس بتبقى سعيده ومبسوطه ما شاء الله يعني اصل برضو في بعض الناس يقول لك ايه يقول لك يا كرتونه هتعمل ايه للبيت يعني لا ما شاء الله هي الكرتونه دلوقتي اما الكرتونه فيها 11 كيلو بتوفر لاسره كل احتياجاتها لمده اسبوع او اسبوعين على الاقل خلال شهر رمضان بالذات فدي حاجه كويسه جدا لجميع الاسر لكل الناس هل بس بتوقف على المواسم يعني مثلا زي شهر رمضان لا احنا متعاونين طول السنه يعني في كمان يعني هم الشباب كانوا عارضين علينا محطه تحليه مياه للبلد هنا في مساجد الاضاحي شنط رمضان التعاون مستمر طول العام ان شاء الله طب تقول ايه لكل انسان لسه دلوقتي لحد دلوقتي ما تبرعش اقول له طبعا ما نقص مال من صدقه الرسول عليه السلام حسنا على التكافل الاجتماعي تمام. وده تكافل اجتماعي وفي الظروف الصعبه اللي البلد فيها لازم كلنا نبقى ايد واحده ونتكاتف يبقى كتفنا في كتف بعض عشان نعدي المرحله الصعبه اللي احنا فيها دايما مؤسسه نبض الحياه بتحب توثق كل لحظه وعيشنا حضراتكم معانا المجهود العظيم اللي بتقوم بيه مؤسسه نبض الحياه مع مؤسسات المجتمع المدني المنتشره في القرى والنجوع والكفور لسه ياما قرى وياما نجوع وياما كفور هتوصل لها مؤسسه نبض الحياه كل ده مش هيحصل الا بفضل ربنا الاول ثم دعم حضراتكم منتظرين تواصلكم على 15740 اهلا وسهلا بكم مره اخرى شيخ احمد سوي كلنا نعم. مشكورا الله يبارك فيك يعني النهارده انت تكلفه الكرتونه دي 300 جنيه نعم. انت بتديها له ب 150 نعم تعالى اتحمل نص التكلفه نعم. تمام اربط اللي احنا شفناه الان بوصايا سيدنا لقمان اللي احنا شفناه قبل التقرير ايوه
وصى سيدنا لقمان أول وصية بعد بر الوالدين: يا بني أقم الصلاة ولا أد الصلاة. أوكي. وفي فرق بين الإقامة والأداء. نعم، أداء الصلاة إنك تجيب الأركان بتاعتها والسنن، دي اسمها إيه؟ أدى الصلاة. أيوة. يعني واحد النهاردة شفته قدام عيني واقف، ركع، رفع من الركوع، سجد، الجلسة بين السجدين، ده أقام أدى الصلاة بأركانها وسننها، دي اسمها إيه؟ أداء الصلاة. إنك تخرج على أرض الواقع وتطبق ده عملي، وتتواضع للناس، وتكون إنسان نافع، عضو نافع بين الناس، أنت كده أقمت الصلاة. أيوة. زي ما أنت كنت واقف بجوار صديقك وجوار الإنسان المحتاج وجوار كلكم صف واحد داخل المسجد، طبقت ده عملي على أرض الواقع خارج المسجد، أنت أقمت الصلاة. علشان كده لازم تعرف أن ربنا أمرك بصلاتين مش صلاة واحدة، صلاة داخل المسجد وهي الأداء، وصلاة خارج المسجد وهي الإقامة. وزي ما كنت أنت واقف صف واحد مع أخيك، كذلك لابد أن تقف صف واحد مع أخيك خارج المسجد. فهذا هو معنى إقامة الصلاة، ده اللي بتقوم به مؤسسة نبض الحياة على أرض الواقع، إقامة الصلاة. يا بني أقم الصلاة. الصلاة ولا إقامة الصلة؟ الله. آه. الاثنين، والصلاة هي صلة. آه طبعا. لذلك تحقيق يعني معنى الصلاة لابد أن يكون في صلة. معنى إقامة الصلة. نعم. مع المجتمع. نعم. مع الخيرات. نعم. مع يعني الله يفتح عليك. آه، نحن ندخل شوية. اسمها الصلاة. آه. من صلة. من صلة. آه. صلة. هل يا ترى أنت وصلت ولا ما وصلتش؟ أيوة. فهذه الصلة. أيوة. من أول بقى وصلت المية. نعم. من كل شيء. كل شيء. وصلت الكرتونة. هقول لحضرتك حاجة. آه. أقم الصلاة وأمر بإيه؟ معروف. بالمعروف. وانهى عن المنكر. وقوفك بجوار من يحتاج إليك أمر بالمعروف. طب. المعروف اسم جامع لكل جوامع الخير. أيوة. في الأيام اللي احنا فيها دي. أيوة. أفضل. أيوة. عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادة أطعام الطعام. صحيح. أفضل عبادة. طبعًا. إنك تشعر أخيك بإن مفيش حاجة اسمها غلا. آه. لما يلاقي كل مستلزمات بيته في رمضان موجودة عنده، أنت كده أشعرته إن مفيش حاجة اسمها غلا، لأنه مش هيتطرق إن هو يروح يقف ويتعامل بالدرهم والدينار ويقول له طب 5 جنيه ويا كان شراها امبارح بجنيه، مش هيشعر بهذا الأمر، لأنك وفرت له هذا الأمر في بيته في وقت. آه. في أمس الحاجة إليه. هي الكرتونة دي بتكفي أسبوعين؟ الكرتونة دي بتكفي على حسب البيت، هي حسب عدد الأسرة. آه. الأسرة. آه. ومن الأستاذ جمال ومن أحمد ومن سين ومن صاد ومن عين، هو مش هيشعر يعني بالموضوع. ده في رمضان ممكن يجيله دعم من اكتر من حته، والناس واهل الخير كتير جدا جدا، اهل الخير كتير، وشفنا نماذج طيبه لهم في. أيوة. اجمل ناس في التقرير اللي احنا شفناه اللي قبل ده. بقى ايه اتناقش. نعم. مع حضرتك. نعم. في حاجه. نعم. انه جزء من تراجعنا عن العزومات. نعم. عزومات رمضان. نعم. دي يقول لك هجيب فلوس منين دلوقتي؟ نعم. وبعدين عزوماتنا كانت فيها موائد يعني عامرة. نعم. فاخرة ما لذ وطاب، والمحمر والمشمر. نعم. والمش... لا وكان فيها يعني خير خير. بس تزايد يا بصراحة. نعم. يعني. نعم. يعني تزايد عجيب. هي قصة مش في الكل. هو ده اللي أنا عاوز أوصل. أيوة. مش في الكل. إذا فكر الإنسان أنه علشان يعمل مائدة ويدعو قرايبه وأصحابه ومعارفه جيرانه وانه هيكلف قد كده هيتراجع. نعم. انما الجوده بالموجود. الله. الجوده بالموجود. الله. يعني حاجه معقوله اللي موجود. أه؟ ودي افضل شيء في الحياه، البساطه. ايوه. البساطه. احنا لما تكلفنا في امورنا في الزواج. أه. اصبح الحلال صعب. طفشوا. لما تكلفنا في موضوع عياده المريض وان انا اروح لاستاذ جمال ولازم يكون في ايديا واقول لك هداخل الشوكولاته، فاصبح الموضوع صعب. يعني. أه. لما تكلفنا في موضوع صله الارحام وانت راح تصل رايح لعمك هتروح ايديك فاضيه، اصبحت قطيعه الارحام واصبح الحلال صعب. ايوه. واصبح الحرام اصبح صعب. انا رايي هنا الستات لهم دور كبير قوي. الستات والله ممكن كل حاجه. بس. يرفعوا حرك كبير. نعم. عن الرجال. أيوة. في ان هم لما بيروحوا هم ليهم طريقه كده. أيوة. يقول لك اصل دي نقطتني. أيوة. في بنتي ده جعلتني في الاسبوع. نعم. دي جت في خطوبه كذا. نعم. فتقوم مدياها الفلوس. نعم. النقديه. نعم. وهي بقى تاخدها بقى تصرف فيها زي ما. آه. هي عايزه. لان احيانا انت بتجيب حاجه بتكون مش مفيده قوي يعني كده ايه
حلويات وبتاع واحيانا ما تكونش نعم. مفيده نعم. ومكلفه النهارده نعم. كلها تلاقي 500 وحاجات ارقام وتترمى وتركب. طب هم لو كانت 500 جنيه طيب نعم. يعني احنا وصلنا هنا انه برضو نستفيد من رمضان ان شويه نعزم الناس يعزمونا ببساطه نعم. مش لازم يعني تكون النبي صلى الله عليه وسلم في كل امور اليسر سهل جدا اليسر جميل جدا انما حتى في الزواج انما ايسر الزواج اقلونا مؤنة ايوه كلفة. لا بس هو بقى الناس بتكسب بقى هيقول لك انا عازمه وبتاع وايه بقول بصله المحب خروف الفشره دي اللي دمرتنا لا يبقى فيه ظفر وكل حاجه بس بالمعقول يعني ما يبقاش ايه ما الواحد لا يكلف وانا نفسه كمان جوه بيتي أكثر من في العزومات وجوه بيتي في رمضان السنه دي اعمل حسابي في موضوع كم طبق فوم كده أيوة. انها اخلص واقوم انا ايه مخرج كل يوم بواغ الطعام أيوة. شيكها بطريقه شيك كده وجميله وجبه أيوة. جميله واعطاهم تخرب صلاه التراويح بعد هذا الفاصل نعم. هنتكلم عن طبق جيران مهم قوي ده انا هفرح بيه يعني بيجي حاجات لذيذه نعم. تبادل ده نعم. فاصل ونواصل حملة ويطعمون الطعام مع مؤسسة نبض الحياة بتعيش حضراتكم لحظة بلحظة وبنعيش مع بعض الخير الجميل اللي حضراتكم كنتوا السبب في تأسيسه. النهاردة مؤسسة نبض الحياة بالاشتراك مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في كل مكان في النجوع والكفور والقرى جايين النهاردة بفضل الله عز وجل علشان نحمل الكراتين بتاع نبض الحياة بتاع حملة ويطعمون الطعام اللي هتدخل على الناس الطيبة وأسيادنا الطيبين في شهر رمضان المبارك علشان خاطر خلاص ما يحملوش هم خلاص ما فيش النهاردة هم الحمد لله رب العالمين السعادة والسرور هتدخل كل بيت بإيه؟ ب300 جنيه ثمن الكرتونة الجميلة دي عبد العال أحمد عبد العال من الصنطة جمعية التيسير جمعية التيسير غربية برضو غربية برضو إن شاء الله طب عرفت مؤسسة نبض الحياة منين؟ طبعا هي اللي المجهود الجميل اللي هي عاملاه يعني غني عن التعريف ان كل الناس تعرفها انا بيتهيألي يعني مصر تقريبا كلها عرفتها من المجهود الجميل اللي هي بتعمله والمشاركه الجميله في المجتمع وان هي بترفع عن المواطن المعاناه وبتبص للناس اللي هي خلاص يعني مش ما عادش فيها او مش قادره فبتسند معاه فده مجهود يشكروا عليه طب وجاي من محافظه الغربيه عشان يعني في الحر ده ودتونا عشان الناس الغلابه احنا جايين عشان ناخد الناس الغلابه ناخد لهم والله طب ما تعبتش من المشوار لا والله ما تعبش مدام في الخير الله ما تعبش مدام في الخير الفئات اللي حضرتك بتساعدها هناك الفئات طبعا اللي هي الغير قادره فبنحاول ان احنا برضو نخفف عنهم بكل الامكانيات بنشوف مثلا مؤسسه نبض الحياه اللي هي فعلا عامله مجهود يعني مجهود جميل جدا والحمد لله بنحاول ان احنا برضو نسعى ان احنا نخف على الناس وربنا يقدرنا وطبعا احنا بدورنا كجمعيات بنحاول نوصل للناس دي علشان نوصل برضو الحق للي يستحقه واحنا برضو ربنا يكافئنا على اللي احنا بنعمله يا رب ويتقبل مننا بمناسبه شهر رمضان الكريم ربنا يبارك فيك ولعل حضراتكم سمعتوا في جملة مشتركة بين كل الناس المشتركين معنا في الجمعيات اللي بيجربنا مرة بفضل الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يسيبنا أبدا فأي حد في المتبرعين أو المتعاونين اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وربنا يوفق الجميع يا رب العالمين أهلا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ أحمد سوقي احنا كنا بنتكلم عن طبق الجيران الله مع كرتونة رمضان الله الله الاثنين يسندوا بعض الله يعني. الله الله بص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو ذر رضي الله عنه أبو والحديث رواه الله يفتح عليك وسيدنا الحديث ده رواه لنا الإمام مسلم في صحيح أيوه. سيدنا أبو ذر قال أوصاني وصية سيدنا النبي أوصاني خليلي وقال لي يا أبا ذر إذا طبخت مرقة كنا يعني إيه فرخة أو شوية لحمة إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها يعني خلي الشوربة إيه؟ كتير أي. ليه يا رسول الله؟ عشان خاطر تقديني يوم ولا ثلاثة أربعة أيام؟ قال لا وتعاهد بها جيرانك الله وسع الناس اللي حواليك بس هو برضو مش هيودي الشوربة بس لا كناية فرخة يعني. كناية وبخيل يعني. وتعاهد بها جيرانك ودي كناية إنك يا سلام فاكر زمان هو ماشي تعاهد بالمرقة
هو قال تعهد بها بالطبخه. ايوه طبعا يعني بالطبخه دي يعني انت حضرتك كنت قلت لي بفصل قلت لي يا سلام كان يجيبوا لي كده في عاشوره طبق عاشوره. هو الاستاذ جمال محتاج حد يجيب له كنت بنبسط بيه قوي حته انك فاكرني. اه طبعا وبتاكل وبعدين طبق عاشوره ده المفروض بيترد ايه بقى ايه شويه بتفورات شويه هتديني من اللي انت عندك وانا هعطيك من اللي موجود عندي في البيت. فكان حته الالفه والاحساس ده موجود عند الناس ولا زال موجود في بعض الاماكن. ايه المنع ان احنا نطبقه في الايام اللي احنا فيها دي؟ أيوة. وخاصه مع دخول رمضان اكل جارك من اللي انت بتاكله مش هو عشان محتاجه. لا من باب الالفه من باب انك ايه انا النهارده هدوقك من اللي انا طبخته هو هيرد الطبق مش هيرده فاضي. أيوة. كذلك نبض الحياه النهارده هتخلق حاله انسانيه رائعه. الله محتاجين الاحساس ده. سيدنا النبي خلي بالك الاحساس ده كان موجود. وبعدين اللي بيقوم بالمهمه دي كمان برضو الاطفال. نعم. يعني اللي بيشيل الطبق ايوه ده داخل الله ها الابن فرح البيت البنت الصغيره تخبط على الجيران. فهنا الاطفال بيتعلموا برضو صله الرحم وبر ايه والجيره. نعم. يعني الالفه دي محتاجينها. محتاجين في وقت قطيعه الرحم قطيعه الجار المهم ازرع الموضوع ده بطبق. طبق حلويات من اللي انت عملتيه من اللي انت عملتيه كده في رمضان. خد اعمل طبق كده وشويه تشكيله والجار خلي مش بالك اي طبق. ايوه طبعا يعني مش طبق لحمه يعني لا. مش لازم طبق اي حاجه من اللي انت عملتيه بايدك. يعني انا فاكر خلي بالك الطبق ده مش هيرجع فاضي. عارف لو طبق مخلل نعم بينبسطوا جدا. والله هي يا سلام احساس الالفه. او طبق روح المحبه انك فاكرني طبق مسقعه. ايوه حلوه شويه باميه حلوين كويس مش هيرجع فاضي والله اكيد هيرجع مليان. ايوه نبض الحياه مهم جدا ان الطبق ده يتمثل في كرتونة فيها خير. صح. تمنها 300 جنيه لا شيء يذكر. أيوة. واحد يقول لي ضمن ان هي هتروح للمستحقين. حضرتك في كل التقارير ان نبض الحياة ما تروحش لشخص تروح لمؤسسة لها بصمة لها اثر في المكان ومعروف ان المؤسسة دي يعني مشهرة طبعا تبع الوزارة التضامن الاجتماعي والكلام ده كله وعندها داتا بالناس الموجودة عندهم وطول السنة بترعاهم بتعطي لنبض الحياة الداتا الموجودة عندهم وبناء عليه أنا بعطيله لكل واحد كرتونة وهو لما بيجي يوزع على الأفراد الفرد بيجي معاه بطاقة بتاعته ويمضي قصاد اسمه إنه استلمها فعلا وراحت للمستحقين. يعني الكرتونة دي متروحش إيه لابن عم وابن خالي وحبيبي وصديقي. لا لا لا, 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 لا مش محاباة في هذه الأمور طبعا. يلا نخلق جو الحب والألفة ونرجع ربنا أيام زمان ويكفي إن إحنا هنتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية. أنصاني خليلي شكرا لعز وجل. شكرا جزيلا. رسول الله السلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا الله. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني أي حاجة حلوة مهما